بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. أكلمكم على موضوع مهم جدا، موضوع النظافة بتاعة الأرضية. زي ما أنت شايف كده، لازم الأرضية بتاعة المزرعة ما ينفعش يبقى فيها أي نسبة رطوبة خالص. لازم الأرضية بتاعتي تبقى ناشفة بالمنظر اللي أنت شايفه ده. لازم نص المزرعة يبقى متعرض للشمس، والنص التاني هيبقى متسقف بأي نوع من أنواع التسقيف. أنا ما عنديش مشاكل، بس لازم يكون هو متسقف كويس. من الحاجات المهمة جدا الشمس دي اللي بتنزل في الأرضية، لأنها أصلا الشمس تعتبر هي معقم طبيعي. يعني الأشعة بتاعتها، الأشعة اللي هي الفوق البنفسجية والتحت الحمراء دي، أصلا في حد ذاتها ده نوع من أنواع المعقمات، بتقتل مجموعة كبيرة جدا من الفيروسات ومجموعة كبيرة جدا من البكتيريا. الموضوع ليه علاقة بالحافر. لو الأرضية بتاعتك ناشفة كده، الحوافر ما بيحصلش عندك أي نوع من أنواع العرق، الحافر ما يجيش فيه عفونة، ما بيجيش عندك أي التهابات، صحة الحاجة عندك ما شاء الله بتبقى كويسة. طبعا احنا زي ما انت شايف كده، النظافة بتاعت الأرضية ليها علاقة برضو في نفس الوقت بطعم اللحمة. ممكن واحد يستغرب الموضوع ده، بس انا هقول لك ان نظافة الارضية بالمنظر ده مش هيخلي عندك اي نوع من انواع الروائح في الارضية بتاعتك، او ريحة الغنم او ريحة الميز بتاعتك مش هيكون ليها ريحة، اللي هي الريحة اللي احنا عارفينها، الريحة النفاذة، ريحة الزفارة او ريحة الميز المعروفة. وبالتبعية الجلد بتاعهم او شعرتهم هتبقى نظيفة، مش هيبقى ليها ريحة. وبالتالي اللحمة أصلا، اللحمة نفسها مش هتلقط، لأن الفكرة في اللحم إن الجلد أو الجزار لما بيجي يذبح ويجي يمسك الجلد بتاع الذبيحة، وبعدها يروح ماسك الجلد بتاع يروح ماسك اللحمة نفسها، فالزفارة بتتنقل من النقطة دي أو من الحركة البسيطة دي. طب أنا يعني من ضمن الحاجات المهمة جدا إن أنت عايز تطلع لحمة من غير ريحة، ولحمة ليها طعم كويس ومفيش اللي هي الزفارة اللي احنا عارفينها دي، هيبدأ مش من أي مكان غير الأرضية. لازم الأرضية بتاعتك تبقى بالمنظر ده، لازم الأرضية بتاعتك تبقى ناشفة بالطريقة دي، تمام؟ طيب، من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها برضو عندنا في المزرعة، زي ما انت شايف كده، ده جردل اهو، جردل ده كل ده جير مطفي. الجير المطفي ده طبعا حاجة لا غنى عنها طبعا. وزي ما انت شايف انا هعمل قدامك زي ما انا بعمل اصلا. انا ابدأ هترش ارضية المزرعة بتاعتك بالطريقة دي، كل اي جزء موجود عندك المزرعة كلها هتترش بالطريقة دي. طبعا الجير المطفي مفيش فيه منه اي ضرر خالص، مفيش اي ضرر خالص من الجير المطفي، بل بالعكس هينضف لك الارضيه اكتر. ولو في اي ميكروبات او في اي فيروسات زي ما قلنا قبل كده، هيبدا ان هو يقتلها لك. في اي حشرات بيمنع نمو اي حشرات في الارضيه. على قد ما تقدر، انا بقول لك انا بجيب بالشكاره، اقل حاجه بفرشها عندي في الارضيه شكاره او شكاره ونص في الارضيه عندي. انا هعمل قدامك اهو كل حاجة على الطبيعة، عشان محدش يقول انا بعمل حاجة غلط للمعيز او فيها ضرر للمعيز ولا حاجة. كل حاجة قدامك اهو. الجير المطفي اصلا من الخصائص بتاعته ان هو اصلا بيشرب المية اللي في الأرضية. يعني لو في رطوبة في الارض ولا حاجة، هو هتلاقيه اصلا بيشرب الرطوبة. الحاجة التانية هتلاقيه اصلا بيعمل طبقة عازلة كده، يعني لما تيجي تنظف التنظيفة اللي جاية هتلاقي الجير المطفي ده عامل لك اصلا طبقة عازلة كده. قدامك اهو الاركان والازقار، اي حاجة عندي بتترش. بص المزرعة عاملة ازاي. ده اللي انا بعمله ده عشان الريحة بتاعة المزرعة.
ما يبقاش عندي ريحة. حتى الجير المطفي اللي هو هيعوز جلدهم هينظف الجلد بتاعهم وهينظف الشعرة بتاعتهم. بص المزرعة بعد الرش اهو كله قدامك. دي كده لازم يعني انت لو عملت كده اصلا يعني انت وصلت لدرجة عالية جدا من النظافة. بص المزرعة كلها بتبقى مرشوشة بالمنظر ده اهو قدامك اهو. يعني كل تفصيلة عندنا في المزرعة الواحد لازم يهتم بيها. تلاقي واحد بيعمل تحصينات وبيأكل كويس مش عارف ايه، بس تيجي تبص للجرادات بتاعة المية تلاقيها مش نظيفة، تيجي تبص للأرضية تلاقيها مش نظيفة، بيجي يفكر كل يكنس كل فين وفين، تلاقي المعيز بتاعته فيها براغيت، المعيز بتاعته فيها طفيليات، شعرتهم مطفية. بص المنظر عامل ازاي قدامك. حاجة انت حتى انت تخش للمزرعة عندك انت نفسك يعني زي ما بتخش زي ما تطلع، ما تغيرش الهدوم بتاعتك. انا بخش بالمزرعة مفيش اي ريحة خالص، تمسك الغنم تمسك المعيز ايدك ما فيهاش اي ريحة خالص، مفيش الريحة، مش لازم تروح تستحمى وتعمل وبتاع، لا الحاجة اصلا هي اصلا طبيعتها نظيفة. النظافة انا زي ما بقولك اهو اهم حاجة في النظافة، ما تبدأش من جسمه على قد ما تبدأ من تحت منه. لازم المزرعة بتاعتك تبقى بالمنظر ده، هتكنس كويس جدا، تكنس كويس جدا وترش جير مطفي. في ناس الصراحة يعني انا لو انت شايف الارضية بتاعت المزرعة دي انسب نوع من انواع الارضيات للغنم وللمعيز، اللي هي الارضية الطينية المكبوسة دي، دي ارض مكبوسة يعني ارض زراعية بس مكبوسة. الفكرة في الارض دي ان المية لما المية بتاعت الغنم والمعيز لما بينزلوها بتنشف بسرعة والارض بتشربها، وزي ما انت شايف كده الشمس بتنزل عليها بتنشفها على طول، فتفضل عند الارض بالمنظر اللي انت شايفه ده، تفضل الارض نظيفة على طول بالمنظر ده. على عكس طبعا الارضيات التانية، يعني في واحد يقولك ده انا مسفل الارض، مفكر ان موضوع ان هو يسفل الارض ان الارض عنده يبقى معمولة اسمنت او متسفلة، دي حاجة كويسة. غلط اصلا، اولا هتعمل لك التواءات كتيرة جدا خاصة في الغنم الصغيرة والمعيز الصغيرة، هتعمل لك التواءات في الحفر كتير جدا، هتلاقي الضفر بتاعها بيخش تحت منها ورجلها بتتنى وهتخش في مشاكل اللي انت في غنى عنها، لان هو بيتزحلق من على الارض دي، الارض اللي بيمشي عليها بيتزحلق من عليه. لكن بص زي ما انت شايف كده الارضية رجليه اصلا واقفة ثابتة مش بتتزحلق اصلا. الحاجة التانية زي ما قلت لك انها بتشرب المية، ايه بتشرب المية على طول، وهي دي الفكرة اصلا. يعني هي الفكرة في الغنم والمعيز هي ريحة المية بتاعتهم او البول بتاعهم هو دي اللي بيعمل ريحة للمكان وبيبقى ليه ريحة مميزة. فانا لو قدرت ان انا اتخلص من المية دي بسرعة وانها تنشف بسرعة عندي في المزرعة انا خلاص، وبرش الجير المطفي ده انت كده بتقضي على المصدر بتاع الريحة عندك. يبقى انت حافظت على الصحة بتاعت الغنم والمعيز بتاعتك، حافظت على صحتهم لان الارض بتاعتهم دايما ناشفة. الحاجة التانية لما تيجي تذبح مش هتلاقي فيه ريحة، ريحة اللحمة مفيش ريحة. وعلى فكرة اللي انا بقولك عليه ده يعني ده الزتونة بتاعت الموضوع، عشان ناس بتسألني كتير ازاي اللحمة بتاعتنا ملهاش ريحة ولا ليها زفارة ولا اي حاجة. الموضوع انا مش برش عليهم حاجة ولا بحميهم ولا اي حاجة، لا انا بهتم بالنظافة، النظافة اهم حاجة. لما المعز زي ما انت شايف كده المعزة بتلمع قدامك، بص عاملة ازاي رجليها عاملة ازاي، ما هيجيلها ايه ده، يعني دي المعزة زي دي هيجيلها ايه، مش هيجيلها اي حاجة. تمام، رجليها نظيفة، شعرتها نظيفة، المكان اللي هي قاعدة فيه نظيف، هيجيلها زفرة منين ولا هيجيلها ريحة منين. البول بتاعها اللي هتعمله عندي في المزرعة زي ما انت شايف كده في الشمس على طول، تمام، هتلاقيها في الشمس راح تنشف على طول. يبقى ايه اللي هيحصل. فيعني انا قلت اتكلم معاكم شوية في الموضوع ده لان ناس كتير قوي بتكسن على الارضية. لو انت عندك الارضية اسفلت فحاول قدر الامكان وانت بتكنس ما تكنس للاخر، يعني ما تحاولش ان انت تجيب الارضية على الاسفلت على الاسمنت على طول او على الصب عندك على السطح مثلا ولا حاجة، لان ده هيخلي رجليهم تزحلق. فدايما حاول تخلي فيه طبقة صغيرة خالص من السباخ تحت منهم، لان ده بيعمل خشونة في الارضية شوية ما يخليش ان هم يتزحلقوا او يحصل لهم التواءات او اي حاجة من الحاجات دي.
لان ممكن مثلا هم بينطحوا بعض، بيعملوا بعض، واحده تتزحلق رجلها تتكسر مش عارف ايه. لكن الارض اللي انا بقول لك عليها دي افضل انواع الارضيات ان انت تعملها في ارضيه المزرعه بتاعتك، تمام؟ وطبعا زيها طبعا الارض الايه، الارض الرمليه، الارض اللي فيها رمل. طبعا الرمل هيشرب الميه اكتر واكتر، تمام؟ بس احنا بنتكلم ان احنا هنا عموما في وجه بحري، احنا مش عايشين في الصحراء، فغالبيه الارضيات بتبقى كده. فتلاقي واحد يقول لك لا ده انا عايز ازود يعني اخدم المزرعه بتاعتي وهسفلها مثلا ولا حاجه، لا انت كده بتضر مش بتفيد. فانا بقول لك كنصيحه من اخ عايز تاخد بيها انت حر، بلاش تسفل الارضيات، وخلي الارضيات عندك بايه، بالمنظر اللي انت شايفه ده، تمام؟ ربنا يبارك ان شاء الله في حلالنا وحلالكم باذن الله. واي حد عنده اي معلومه او اي استفسار، عايز يضيف اي معلومه، احنا طبعا كلنا بنفيد بعض وكلنا بنتشارك التجارب بتاعتنا في التربيه، ونحاول ان احنا نستفاد من تجارب بعض يعني.